ونكمل الحرة الليلة من ملف فيروس كورونا، إذ لا يزال الجدل حول مدى الحاجة إلى جرعة ثالثة معززة من اللقاحات يتواصل مع اقتراب عدد الجرعات التي أعطيت حول العالم من 5 مليارات جرعة. دعوات لجرعة ثالثة تنشيطية تعلو عليها أصوات منظمة الصحة العالمية مطالبة بتأجيلها، وما بين التأييد والمعارضة تتواصل حالة الجدل حول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. الدعوات المطالبة بتعزيز المناعة بجرعة ثالثة تطلقها الدول الأكثر تقدماً في عمليات التلقيح، الدول الغنية بحسب ما يحلو لمنظمة الصحة العالمية أن تصفها. تلك الدول تتمسك بإنجازاتها في هذا الإطار وتخشى انتكاسة تعيدها إلى المربع الأول، لذا نجدها تتمسك بحصول مواطنيها على جرعة معززة، خطوة لا تعارضها منظمة الصحة العالمية لأسباب صحية إنما لأسباب إنسانية. المنظمة ترى أن الأولوية ينبغي أن تكون للدول التي لم تتجاوز معدلات التطعيم فيها 1% من سكانها لأسباب تتعلق بضعف إمكانياتها، ما يجعلها غير قادرة على منافسة الدول الغنية في شراء اللقاحات. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم حذر من خطر انتشار سلالات أقوى من الفيروس إذا لم ترتفع معدلات التطعيم عالمياً. أدنهوم طالب بالتبرع باللقاحات التي من المزمع أن تكون جرعة تنشيطية إلى دول لم يتلقى الناس فيها إلى الآن ولا جرعة من اللقاح. بعيداً عن هذا الجدل، تخطط شركة فايزر بايونتك للتقدم بطلب للموافقة على جرعة ثالثة تنشيطية، فيما حدثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تراخيصها لنيل جرعات ثالثة من لقاحات فايزر وموديرنا لبعض الأشخاص الذين يعانون نقصاً في المناعة. مطالبات شركة الأدوية تأتي في وقت أظهرت فيه الإحصائيات أن العالم يقترب من عتبة 5 مليارات جرعة لقاح، فيما لا يزال الجدل الطبي يتواصل حول إمكانية حصول الشخص على جرعات مختلفة من اللقاحات. وللمزيد من الفهم والآراء العلمية ينضم إلينا من كاليفورنيا عبر خدمة سكايب دكتور كاميا رالي، الطبيب والخبير في الأمراض المعدية. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور. إلى أي مدى تتوقع أن يؤثر أمر الإقرار النهائي للقاح فايزر على جهود التلقيح وإقبال المواطنين؟ أعتقد أن هذه أخبار ممتازة، لأن بعض الناس قالوا أنه إذا تمت الموافقة عليه فسيحصلون على اللقاح. بالنسبة لي الكثير من الناس في القطاعين العام والخاص لم يستطيعوا الحصول على اللقاح، والآن لديهم مرونة أكبر لإلزام الناس بأخذه. كان هذا ضرورياً، وأعتقد أن هذا تحول جيد من موقف الناس الذين لم يحصلوا على اللقاح. هناك مرونة أكثر لإلزامهم. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم من البيت الأبيض بعض المؤشرات والأرقام عن سير عمليات التلقيح، كيف تنظر إليها من وجهة نظر علمي؟ بالتأكيد هناك تغطية جيدة، أننا قمنا بتغطية حوالي 70% من السكان، ولكن هناك أناس حصلوا على اللقاح قبل 6 أشهر وهم أكبر من 65 عاما وهم معرضين للخطر، والآن هم ينظرون على جرعة أخرى لأن مناعتهم تتراجع. هؤلاء الناس المعرضين للخطر ربما لا يزال معرضين للخطر، هناك إصابات في أوساطهم وهذا يبعث على القلق. إشارتك إلى الجرعة الثالثة المعززة تأخذنا إلى بعض الانتقادات والجدل ما بين منظمة الصحة العالمية وعدد من الدول بشأن توفيرها لمواطنيها، ما رأيك في ذلك؟ مهم جدا أن نرى هل هذه الدول النامية
تريد اتخاذ قرارات سياسية في مصلحتها أم أنها تريد اتخاذ قرارات علمية؟ كما تعرف، بالنسبة للكثير من الدول معدل التلقيح منخفض، وهذا يعطي فرصة لتحور الفيروس كما حدث في الهند. أيضا هناك فيروس لامدا، وهناك حاجة للجرعة المعززة في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن بالنسبة لدول أخرى كثيرة لم يحصلوا على اللقاح، والتحور ربما يقاوم اللقاح، وربما تكون هناك دورة في هذه الدول. لا يجب أن يكون هناك قرار متسرع بالنسبة للجرعة المعززة، يجب أن تصل هذه الدول إلى مستوى معين من اللقاح. دراسات كثيرة يكشف عنها من وقت لآخر على اللقاحات ومدى تأثيرها على متحور دلتا وغيره من المتحورات. كيف تنظر إلى جهود هذه الدراسات وتوفيرها للمواطنين لطمأنتهم على مدى فعالية اللقاحات؟ الأهمية هي أنه يجب أن تكون هناك مقاربة عملية بالنسبة لمن حصلوا على اللقاح. الذين حصلوا على اللقاح ربما يصابوا أيضا، ولكن معدلات دخولهم للمستشفيات ومعدلات الوفيات في أوساطهم أقل. ربما يصابون بالعدوى ولكنهم لا يموتون. النقطة الثانية بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على اللقاح قبل 6 أشهر، علينا أن نشجعهم على الاستمرار في ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي، لأن بعضهم ربما يغالي في الثقة، وهذا ما رأيناه في الأشهر الماضية في الولايات المتحدة وبعض الدول النامية بالنسبة لمن حصلوا على اللقاح. رغم مرور عامين في هذه الجائحة، يستمر الرفض وكذلك المعلومات الخاطئة وحتى التظاهر ضد الإجراءات التي تتخذها الحكومات. كيف برأيك من منطلق طبي على الحكومات وعلى المواطنين الملتزمين بالإجراءات أن يتعاملوا مع ذلك؟ أعتقد أن إحدى أفضل المقاربات هي التوعية. لو حصل بعض أعضاء العائلة على اللقاح والآخرون لم يحصلوا، فهذا سيء عليهم أن يتحدثوا مع بعضهم البعض. من الصعب أن نعتمد على تصريحات عامة نراها، وكما قلت هناك أيضا الأخبار المضللة. بالتأكيد علينا أن نتحدث مع بعضنا البعض، مع أفراد العائلة ومع الأصدقاء، لسلامة السكان بشكل عام. يجب أن تحصل على اللقاح ليس لنفسك وإنما أيضا لأحبائك وأفراد عائلتك. في هذه اللحظة، ما حجم فهمنا للفيروس وطرق تحوره وانتشاره مقارنة ببداية ظهوره؟ سريعا. بالتأكيد لدينا معرفة جيدة بالفيروس، ونعرف أنه كل شهر يمكن أن تكون هناك سلالة جديدة، ولكن التحدي نحن لا نعرف مسار التحور. ربما نرى دلتا أو لامدا، أو نرى شيئا مثل 2002 في سارس، أو في 2011، بمعنى أن يكون هناك قيود على الفيروس أو ضعف للفيروس. نحن نستطيع أن نخطط بناء على ذلك، ولكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أسوأ سيناريو وأن نحث الناس على اللقاح. من كاليفورنيا دكتور كاميار علي، طبيب والخبير في الأمراض المعدية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.